السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم طلاب الصف العاشر في حصة جديدة من حصص الرياضيات. وقد تعلمنا في الدروس السابقة تبسيط المقادير الأسسية وفق قوانين وقواعد للأسس يتم تطبيقها لكتابة المقدار الأسسي بأبسط صورة ممكنة. وقد بدأنا بحل أتحقق من فهم صفحة 26، حللنا مع بعض A و B و C. اليوم بإذن الله رح نحل D و A و F. أتمنى منكم المتابعة الجيدة ودقة في الانتباه. D عندي X للقوة 9/2 مقسومة على X للقوة 8/5. وكما تلاحظون هنا أن الأساس متشابه، وكما تعلمنا في حالة الأساس متشابه في حالة القسمة تطرح الأسس. مرة أخرى، في حالة وجود أساس متشابه في حالة القسمة نقوم بطرح الأسس، أي أن X للقوة 9/2 ناقص 8/5. قمنا بطرح الأسس. هنا تلاحظون أن المقامات ليست موحدة، وكما تعلمنا بالجمع وطرح الأسس يجب الكسور يجب أن تكون المقامات موحدة. دعونا هنا نوحد 9/2 ناقص 8/5. نضرب هنا 5 ضرب 5 ضرب 2 ضرب 2، نحصل على 45/10 ناقص 16/10 ويساوي 45 ناقص 16 29/10. إذا X للقوة 29/10، وكما تعلمنا عند كتابتها داخل الجذر، جذر المقام أي الجذر العاشر للX قوة 29. هكذا نكون قد حصلنا عليها بأبسط صورة ممكنة. انتبهوا هنا إلى توحيد المقامات عند الجمع والطرح. إذا X قوة 29/10 حولها داخل الجذر العاشر، يعني